السلام عليكم، مرحب بكم في قناة أم عادل ومريم. كوني متألقة في بيتك. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل السمك البلطي المشوي، إن شاء الله يعجبكم. المكونات بتاعتني: عندي سمك بلطي مغسول كويس ومنظف وطلع القشور منه كل حاجة، منظف اللي هي الطريقة العادية اللي احنا بننظف بها السمك ومفتحها كده في الظهر بتاعه بالشكل دي، كل مش فتح حاله كده فتحتيها هو بالشكل دي. وعندي بصلة بشراها على الكبي عشان تكون ناعمة عشان أعصر المية بتاعتها. وعندي هنا معلقة من التوم كبيرة، وعندي ليمونتين، وعندي هنا حوالي معلقة من الكزبرة الخضراء مقطعة، وعندي كزبرة ناشفة وملح وكمون. اول حاجة هعملها هركن السمك بتاعي كده على جنب، واجيب البصلة بتاعتي افضيها كده في طبق، ولا بولة ولا حاجة، كله بايدي كده. والكزبرة والملح والكمون والكزبرة الناشفة، وهعصر ليمونة واحدة واسيب ليموني. وهجيب نص التومة بتاعتي واقلب الخليط بتاعي ده كويس. كده انا قلبت الخليط كويس زي ما انتوا شايفين. هبتدي دلوقتي اجيب زي ما انتوا كده شويه بشويه الخليط دي واعصره كده كويس اهو. انزل الميه بتاعت البصل كده اهو، ما اخليش غير البصل بتاعي اهو كده بالشكل دي. انا عشان ميه داي هسقي بيها السمك في الاخر بعد ما اطلعه من الفرن. انا ضربت البصل في الكبه عشان يكون ناعم ونزل ميته. اجيب دلوقتي الليمونه بتاعتي دي اللي انا سيبتها في الميه دي برده واعصرها كده، ميه البصل اهو زي ما انتم شايفين، وهضيف شويه خل، وهضيف باقي الكمون بتاعي، وهضيف لهم كده شوية كمون مطحون واقلبهم كده كويس واسيبهم عشان ابقى اسقي بيهم السمك لما يخرج من الفرن. اجي دلوقتي للبصل اللي احنا عصرناه زي ما انتم شايفين، احط عليه كده حوالي معلقتين من الزيت واقلب الخليط ده كويس بالزيت.
واجيب السمك بتاعي. بإيدي كله هحشيه كده بالشكل دي، حط الراس كده هحشيه من جوه وفي الجوانب في الفتحات اللي أنا فتحتي، برضه هحشي السمك من الخلطة ده. زي ما انتوا شايفين كده حشيته أنا كويس كده من جوه، هحشي بس الجوانب دي كلها كده واركن، وحشي التاني برضو بالشكل دي. وحشي الجوانب برضه الفتحات اللي انا فتحتي. انا هحشي السمكات بتوعي بالشكل دي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا كده حشيت السمك بتاعي، هجيب الصينيه اللي هحط فيها السمك. زي ما انتم شايفين انا حطيت لها كده من تحت ورق الومنيوم عشان الصينيه بتاعتي ما تتحرقش. وهجيب السمك عندي ردي اهي، هجيب السمك بتاعي كده في الردي. على الجهتين اقلبه في على الجهتين بالشكل دي. انا ولعت الفرن بتاعتي عشان تسخن، بس هخلي الشعلة اللي من فوق والشعلة اللي من تحت والعين عشان السمك بتاعي ياخد يستوي من فوق ومن تحت وياخد لون من فوق ومن تحت. اخد السمك دلوقتي بتاعي على الفرن، وادي السمك بتاعي بعد ما خرج من الفرن خد اسيبه كده من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفينه اهو كده استوى الشوا كويس. في نفس الصينية داي هجيب اللي هي الخليط اللي احنا ميت البصل والثوم والكمون والملح وهرشه كده عليها. وهو سخن ترشي عليه الخليط دي. انا اقلبهم كده واجيبهم كده فوق بعض، اقلبهم على المكوى الثاني واسقيهم برضو بالخليط. اغطيهم كده كويس، اجيب ورقة سلوفان تاني واسيبهم كده حوالي نص ساعة ربع ساعة كده ونشرب من التتبيلة اللي فيهم كويس. وادي السمك بتاعني بعد ما خرجته من التتبيلة، اديته كده نص ساعة ومغطيه بورق السلوفان. زي ما انتوا شايفينه طالع ما شاء الله عليا وريحته جميلة ومستوي وحلو الله اكبر عليا. لو عجبتكم طريقتنا النهاردة في عمل السمك المشوي سمك البلطي المشوي ما تنسوناش في الاشتراك واللايك.